ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحمل ليوم الاثنين 9 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 21 مارس ل 31 مارس. النهارده بنصحك انك تبقى بتقتصد اكتر في مواردك بشكل كبير، لان للاسف ممكن المشاكل اللي بتبقى بتصادفك في مسارك النهارده هتبتدي تتزايد، وهيكون عندك حرص اكتر على انك ما تنفذش الموارد دي، خاصة مواردك البدنية والنفسية والجسدية. حاول انك تبقى بتتأنى اكتر علشان تعرف تحدد المشاكل اللي بتبقى بتمثل ليك اعاقة كبيرة جدا في مسارك النهاردة، واللي بتبقى بتستحق منك انك تفكر فيها بشكل كبير وتكرس ليها طاقتك اكتر علشان تعرف تواجهها في الموضوع ده بشكل كبير. حتى لو كنت بتسيء تقدير شوية حاجات ممكن تبقى بتظهر في طريقك، ممكن يؤدي الموضوع ده بكل سهولة لمشاكل صحية كتيرة جدا جدا. توقعات العشرية التانية مواليد 1 أبريل ل 10 أبريل. عندك صلات كتيرة جدا هتبقى متعددة لجوانب كبيرة جدا في حياتك، هتلاقي فيها سهولة علشان تتعامل معاها بتعامل إيجابي أكتر مع كل الأشخاص اللي حواليك، خاصة في الوقت الحالي ده. الكل النهاردة بيبدو منجذب ليك بشكل كبير، وكل الصلات اللي بتكون ليها النهاردة هتبقى ليها تأثيرات كتيرة إيجابية بالنسبة ليك وعلى مستقبلك. هتبتدي تظهر في كل مكان النهارده. هتحاول انك تتأكد انك بس عارف انك تقدر الاشخاص دي حق تقديرهم، وده طبعا للفوائد اللي هتظهر ليك بعد كده من خلالهم وحتى لقيمتهم الشخصية لليوم ده. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 أبريل ل 19 أبريل. انت النهاردة عندك صلابة كبيرة جدا، وانت تعتبر النهاردة كالصخرة. انت بتتضخ بحالة تعتبر خاصة جدا من القوة والاستقرار في يومك ده، وكل الناس اللي حواليك بيلجأوا ليك علشان تساعدهم وتدعمهم، وتحاول انك تستخدم طاقتك اكتر علشان تساعد كل الاشخاص اللي حواليك، وهما برضو هيردوا ليك الجميل ده بالتأكيد في المرة اللي جاية اللي بتحتاج انت فيها لمساعدتهم. علشان كده حاول بس انك ما تغفلش عن اهدافك اكتر، لانك ممكن في الفترة دي تبقى بتملك قوة لازمة علشان تحقق كل اهدافك اللي انت حابب انك توصل ليها.